بداية المشروع هذا بواجه مشاكل كثيرة، وأصلاً المشاريع السياحية اللي جت على الكرم عشان تهجر الناس من الكرم. خلينا أسولف لك بصراحة الآن، عشان قبل ما تسأل عن المشروع هذا، في الأصل إنك تسأل عن الفندق اللي كلف 1.5 مليون هيومه أخذ البلدية في قرار إزالة، تسأل عن المطاعم السياحية اللي سكرت فيش ولا مطعم في الكرك، تسأل عن الفنادق السياحية اللي في الكرك ولا فيهن مطعم شغال. شو مجال عمل؟ أنا مواطن، أنا لست اجتماعي في الكرك. بس خلني أسألك، سألتك سؤال مش انتقابي، حتى أفهم شو مجالك اللي أنت بتشتغل. الله يحييك، خليني أكمل. ولا مشروع سياحي إجا الكرك فادي الكرك ونجح في الكرك. انا بعطيك الصافي، ودك اكذب عليك بقول لك كل شيء ناجح. لا ما كلها الان بلد. وين اللبن المعمر هذاك؟ في حاووز ميه الان اذا بتفتحه بتغرق الكرك فيه. وين هيو هون بير مي شو بير حاووز بير مي روماني. تفضل، انا دعالك الصحيح، اما ودك اجاب لك بجاب. واحد اثنين ثلاثة اربعة استملكت بلدية الكرك عشان يزيلوها، وهذولا من اللي عطلوا على المتأهل. شايف هذول لازم يتم فيهن ازالة، وناشدوا البلدية. بس ويش ما ولو ايون حاوز تحتينا صار البير الرومان. البير هذا بير هنا، هذا كلياته طمم. طيب. هذا مش صخر تحتيه، هذا طيب. كان العمر اللي فوق زتوه. طيب. الان حتى الصور هذاك لو يصير الان هنا تجريف الله يعلم وش يصير. الامر الثاني، هذول لازم يتم ازالتهم. هاي ثلاث. هسه هذا مش صبه، هذه قشره.